السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا على واحد جوار محمد فارس. اوكي اون دومون دي اكسكيوز، نسيناه البارح. تكلمنا البارح على قائمة اللاعبين اللي لعبوا في منصب مدافع ايسر، ليفت باك ولا خيار باش كما حبيتو. نسيناه. نشكر اخ توفيق الحسن داي ومهدي معين نجا، اتصلوا بيا قالوا لي راك نسيت الجوال هذا. هي نورمال ما نساش، كان في بالي مع الاول، ما بالك كيف في راح من بال مع الاخر. الور طلبوا يسمح لنا ونقولوا له بلي محمد فارس كان يلعب في ليون وعنده حوالي 100 اكثر من 100 مقابله في البطوله الايطاليه، لا مع لازيو الحاله تاعو شويه بط مازال ما تضحكش، كانوا يقولوا حريه سورتو افيك الديبار تاع انزاغي اللي خرج صافي ديرو باسكو انزاغي هو اللي جابو. الور و سي با سكي فاس باسي مع الاخر في لا سيزون هادي، اسكي يريح مع لازيو ولا يروح يبدل. و جو كروا هو لي بلي بروش، هو و عبد اللاوي هما لي بلي بروش باش يكونوا لو رومبلاسون تاع بالنسبة لينا. السلام عليكم.